دبل تويست امامي مع دبل سمسولت اللي دبل فرونت دبل ستريت خلفيتين. انا اتوقع راح ياخذ المركز الاول لحد الان بحكم الصعوبات وبحكم النظافه. للامانه اللاعب الفلبيني نظيف جدا، ما عنده اخطاء كثيره، اخطاء قليله. يعني راح ياخذ اكثر من التصفيات، والتقدير يكون طبعا للحكم في النهايه. ما شاء الله 14.8 هذا درجته اعلى من التصفيات بكثير.